الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه تلاوة بالتهجي مع بيان الأحكام التجويد في الآيتين 25 و26 من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. فاء فتح فاء، كاء فتح كاء، فاء كاء، ياء سكون حرف لين، فاء كي، فاء فتح فاء، فاء كيف، همزة كسراء، ذال فتح ذا، إذا، مع مراعاة مخرج الذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذا، ألف سكون مضى طبيعي، إذا، إذا، جيم فتح جاء، ميم فتح ماء، جامع، عين سكون، جامع، نون فتح ناء، جامعنا، ألف صغيرة مضى طبيعي، جامعنا، هاء ضمه، جامعناه، ميم سكون مع الإظهار الشفوي، جامعناهم. لما نلاقي الميم عليها علامة السكون ديت يبقى نعرف ان ده حكم اسمه اظهار شفوي في من احكام الميم الساكن. لها ثلاث احكام: الاخفاء والاظهار والاضغام. في هذه الحالة الاظهار عندما تجد الميم عليها علامة السكون. لام كسرة لي، ياء فتحة ياء، ليا، واو سكون حرف لين، ليو، ميم كسرتين مع الإدغام في اللام المشددة مع الفتح، ليوم الله. لماذا مع الإدغام؟ لأن اللام والراء إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين فهذا الحكم اسمه إيه؟ إدغام من غير غنة. إدغام من غير غنة إذا جاء اللام أو الراء بعد النون الساكنة أو التنوين. يعني الكلمة هذه في آخرها كسرتين، ليوم، فهي آخرها نون تلفظ ولا تكتب، ليوم النون الأخيرة دي، لكن بعضها حرف لام فبنلغي النون. بنقرأها إزاي؟ ليوم الله، يوم الله، ليوم الله، هكذا. ألف صغيرة، ألف سكون مضى طبيعي، لا، راء فتح راء، ياء سكون حرف لين، راي، باء فتح باء، راي باء. وحكم الراء أخذناه برضو في الحصة الماضية، الراء ترقق إذا كانت مكسورة. إذا كانت إيه مكسورة؟ ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا. ففي هذه الحال الراء مفتوحة أو مضمومة بنفخم، يبقى راء ريبة، فاء كسرة فيه، ياء سكون مد طبيعي، فيه، هاء كسرة فيه، واو فتحة واه، واو ضمة ووه، وو، فاء شدة كسرة، ووفي، ياء فتحة ياء، ووفي، تاء سكون مع الهمس، لأن التاء من حروف الهمس المجموعة في جملة، فحثه شخص سكت، ووفيت، ووفيت، اوعى تعمل قلقال تقول ووفيت، لا، هذه هذا يعني هذا حكم الهمس في حرف التاء او صفه الهمس من صفات التاء. ووفيت، كاف ضمك، لام شد ضم، كل، نون فتح ناء، فاء سكون مع الهمس، نف سين كسرتين مع الادغام في الميم المشدده مع الفتح، نفسي ما. لماذا مع الادغام؟ مع الإدغام بغنة في الميم، لأن الميم من حروف كلمة ينمو. لما يجي حرف من حروف كلمة ينمو بعد النون الساكنة أو التنوين فهذا حكم إدغام بغنة. نفسي ما، نفسي ما، ألف سكون مضى طبيعي، ما، كا فتح كا، سين فتح سا، كسا، باء فتح باء، كسابة، تاء سكون مع الهمس، كسبت، كسبت، واو فتح واه، ضمه، وهو، ميم سكون مع الإظهار الشفوي، وهم، لام فتح لا، ألف سكون مضى طبيعي، لا، ياء ضم يو، ظاء سكون، يوظ مع مراعاة مخرج الظاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع تغليظ الظاء لأنها من الحروف المفخمة أو حروف الاستعلاء المجموعة في جملة خص ضغط قظ، يوظ، لام فتح لا، يظلى. وهنا طبعا بنخلي بالنا من تركيك اللام، لان بسبب مجاوره اللام لحرف الظاء والظاء من حروف الاستعلاء فتفخم معنا اللام. يعني ممكن نقرا نقول يظلى لا، لا، يظلى لا وليس لا، لا، لا. ميم ضمامو، يظلمو، واو سكون مضى طبيعي، يظلمو، نون فتح ناء، يظلمون، نقف عليها مد عارض للسكون، يظلمون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس، ووفيت كل نفس
ما كسبت وهم لا يظلمون. طبعا انا تعمدت ان انا اقف على نفس عشان اتعلم ان لما نقف على اي كلمة بنقف عليه بالسكون العارض، واذا كان الحرف قبل الاخير حرف من حروف المادة الثلاثة الالف او الواو او الياء فبيكون حكم اسمه مد عارض للسكون. طيب الآية بقى 26 ننتبه. قاف ضم قو لام كسر لي قو لي اسم الجلالة ليتهجى تأدبا، وهنا طبعا الميم هذه الميم هذه ميم مشددة يعني فيها الغنة بمقدار حركتين، وغنة ميما ثم نونا شددة، وسمي كل حرف غنة مد. قل اللهم. طيب نلاحظ ايه كمان؟ ان انا رككت اللام بتاعت اسم الجلالة. السبب ايه؟ انها جاءت بعد حرف مكسور. قولي قل اللهم. طبعا ما ينفعش نقرا ونقول قل اللهم قل اللهم، لا بنرقق اللام بسبب انها جاءت بعد حرف مكسور. احنا خدنا الحكم ده كثير، قلنا لما اللام في اسم الجلاله تاتي بعد اس حرف مكسور ترقق، واذا جاءت بعد حرف مضموم او يعني مفتوح او منصوب بالفتحه يعني يبقى بتغلظ اللام. في هذه الحاله ترقق اللام. قل اللهم ميم فتحه ما الف صغيره مد طبيعي ما لم كسره لي. ودايما انا دايما بقول لك خلي بالك وما تمدش المد الطبيعي او تقولش مالك ما، لا ما حركتين بس مد طبيعي. هو اسمه حتى طبيعي ليه؟ لان بطبيعه الانسان مد طبيعي يعني تاتي حروف المد الثلاثه وليس قبلها همز او بعدها همز او سكون. زي ايه؟ زي الكلمة دي مالكة لم كسر لي مالكة فتحة كاء مالكة. شفت بقول مالكة ما قلتش مالك، لا مالكة حركتين بس. همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح. لم سكون قمرية الميم ضمم الم لم سكون مع الإظهار المطلق المل كاف كسرة كي الملك. قل اللهم مالك الملك تاء ضمته همزة سكون تاء كسرتي تؤتي ياء سكون مد طبيعي تؤتي. وهنا برضو بنسبة أو في إثبات للمد الطبيعي في حالة الوقف تؤتي. طب في حالة الوصل يسقط المد الطبيعي بسبب التقاء الساكنان. يعني فين الساكنان؟ الساكن الثاني اللي هي اللام القمرية اللي هي الساكنة دي، يبقى تؤتي ما فيش مادة خلاص، لا غنى المادة عندنا. طبعا دي همزة وصل لام سكون قمرية، يبقى بنقرأها ازاي؟ تؤتل. ما تقولش بقى ده في مادة طبيعي هنا نقرأ ونقول تؤتل، لا تؤتل. تم التخلص من الساكن الأول اللي هو المادة الطبيعي، لأن أي حرف مد هو حرف ساكن، لأن أنت مهما تمد في النهاية بتقف، هو حرف ساكن. فتم التخلص من الساكن الأول اللي هو حرف المد الطبيعي ده، يبقى تؤتل هكذا. ميم ضممو تؤتلمو لام سكون مع الإظهار المطلق تؤتلمل كاف فتحة كاء الملك تؤتلملك. ميم فتحة ما نون سكون مع الإخفاء الحقيقي. يا ريت تسبقني بقى في الأحكام نكون حفظناها خلاص. النون العارية من الحركة دي معلاش حاجة، يبقى فيها إيه؟ حكم إخفاء حقيقي. ليه بنقول حقيقي؟ عشان عندنا إخفاء ثاني شفوي اللي هو مع أحكام الميم الساكن، إنما هنا اسمه إخفاء حقيقي. تاء فتحة تاء شين فتحة شاء تاء شاء ألف مد واجب متصل يمد أربع أو خمس حركات وصلا وست حركات في حالة الوقف، يبقى تشاء همزة ضمة أو تشاء. طب أنا هخلص الآية وهفصل حكم المد ده عشان ننتبه له كويس. طيب من تشاء واو فتحة وا تاء فتحة تاء وتاء نون سكون مع الإخفاء الحقيقي. طبعا إخفاء الحقيقي ما نعرفش نقرأه إلا بالحرف اللي بعد عشان يظهر، لكن لو هنقرأ هنقول إيه؟ وتن زي كسرة زي وتنزي وتنزي، أو الإخفاء الحقيقي في النون هنا وبرضه عالية من الحركة معلش حاجة. عين ضمعوا وتنزع همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بالفتح. لم سكون قمرية وتنزع الميم ضمموا الم لام سكون مع الإظهار المطلق في اللام الملك فتحة كاء الملك وتنزع الملك.
ميم كسرة مي، ميم شدة فتحة مع الغنة، ميم نون سكون مع الإخفاء الحقيقي، تاء فتحة تاء، ميم تاء، شين فتحة شاء تاء شاء، ألف مد واجب متصل تشاء، همزة ضمة أو تشاء، واو فتحة واء تاء ضمة تو، وتو عين كسرة عي، وتعي زاي شدة ضمة، وتعز وتعز، ميم فتحة ما، نون سكون مع الإخفاء الحقيقي، تاء فتحة تاء، من تشاء، شين فتحة شاء تشاء، ألف مد واجب متصل تشاء، همزة ضمة أو تشاء، وتعز من تشاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. واو فتحة واء تاء ضمة تو، وتو ذال كسرة زي، وتذي لام شدة ضمة، وتذل وتذل، ميم فتحة ما نون سكون مع الإخفاء، تاء فتحة تاء، شين فتحة شاء تشاء، ألف مد واجب متصل، همزة ضمة أو، وتذل من تشاء. طيب سؤال أنا بسألك الآن، ما معنى صلي اللي هي على التشاء دي؟ أنا شرحتها كتير. طيب صل دي ما ننساش تاني ان شاء الله، الوقف الوصل اولى مع جواز الوقف، الوصل اولى مع جواز الوقف، افهمها من اسمها، اسمها صل. صل يعني ايه؟ بقول لك اوصلها باللي بعدها، يعني بقول لك اوصلها باللي بعدها، يبقى الوصل اولى مع جواز الوقف. ينفع ان انا نقف عليه لو انا نفسي خلص ولا الكلام ده، لكن الوصل اولى ان انا اوصلها باللي بعدها. طيب باء كسرة بي، هي فتحة يا، بيا دال كسرة دي، بيدي كاف فتحة كاء، بيديك همزة وصل لم تكون كمرية، بيديك الخاء فتحة خاء، وهنا طبعا خاء مفخمة، بيديك الخاء، ما تقولش الخاء، ما تقولش بيديك الخاء، لا الخاء خاء، ياء سكون حرف لين، بيديك الخير، راء ضم رو، بيديك الخير. صل الوصل أولى مع جواز الوقف، ممكن نقف عليها مع تركك الراء طبعا لأن الراء جاءت بعد حرف ياء. طيب وتذل من تشاء بيدك الخير، شوف لو هنقف بنقف على الراء بالتركيك لأنها جاءت بعد ياء حرف ياء، دايما الراء لما تيجي بعد حرف ياء زي ما احنا شايفين كده ياء مادية وهنقف عليها، يبقى بنقف عليها بالتركيك. همزة كسرة إيه نون شدة فتحة مع الغنة، إن كاف فتحة كاء، إنك عين فتحة ع لام فتحة له، على ألف سكون مد طبيعي أو ألف صغيرة مد طبيعي، على كاف ضمكو لام شدة كسرة كلي، إنك على كل، شين فتحة شاء ياء سكون حرف لين، شيء همزة كسرتين مع الإخفاء الحقيقي، لأن هنا تلاقي دايما في حكم الإخفاء الحقيقي بتلاقي الكسرتين متباعد في واحدة سابقة التانية زي ما احنا شايفين كده، لما تلاقي المنظر ده تعرف ان ده اسمه حكم إخفاء ايه؟ إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي. قا فتحة قا شيء قا، وطبعا بنفخم غنة الإخفاء عشان جاء بعدها حرف مفخم هو حرف القاف من حروف خص ضغط قظ، دال كسرة دي قادي، ياء سكون حرف مد طبيعي قادي، راء ضمتين رون قادير، أقف عليها مد عارض للسكون قادير، وبرضو هنا بنقف على الراء مرققة لأنها جاءت بعد حرف ياء. هقرأ الآية دي كلها تاني، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طيب أنا كنت عايز أفصل حكم المد ده، اتكرر معنا كتير، تشاء 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 أربع مرات في الآية، في الآية رقم 26، ده اسمه حكم مد ايه؟ مد واجب متصل، مد متصل. طب بداية كده برضو خد بالك من التفصيل اللي انا هقوله ده، عندنا المد ده بينقسم الى ثلاث اقسام،
ثلاث أقسام، إيه هما؟ في مد أصلي طبيعي، وفي مد فرعي، وفي مد لازم. تمام؟ أو خلينا دلوقتي قسمين بس، المد قسمين، مد طبيعي ومد فرعي. مد طبيعي ومد إيه؟ رد معايا، ومد فرعي. تمام؟ المد الأصلي الطبيعي اللي هو زي الألف الصغيرة اللي بتيجي معانا كتير، لما بيكون الألف أو الياء ما عليهاش حاجة في المصحف بنقول عليه مد طبيعي، يبقى هو ما ليس له سبب، يعني مفيش سبب لمده، لا إيه، لا همز ولا سكون، يعني تأتي حروف المد الثلاثة وليس قبلها همز، مفيش قبلها همز أو بعدها همز أو سكون. زي الإيه؟ زي كلمة مالكي وأملي يقول، كل دي. طيب المد الفرعي هو ما له سبب من همز أو سكون، يبقى احفظ الحاجتين دولت. المد الطبيعي هو ما ليس له سبب، يعني مفيش قبله همز ولا بعده همز أو سكون. إنما الفرعي هو ما له سبب من همز أو سكون، في عندنا همز تسبب في المد، أو في سكون تسبب في حرف الإيه؟ المد. طيب اللي هو سبب الهمز إيه؟ ثلاث أنواع يا حبيبي، ثلاث أنواع، المد المتصل والمد المنفصل والمد البدل. تمام؟ المد المنفصل يأتي حرف المد قبل الهمز في كلمة واحدة، زي كلمة الإيه؟ السماء، كلمة تشاء اللي جت عندنا أربع مرات في الآية دي، تشاء، يبقى يأتي حرف المد قبل الهمز في كلمة واحدة، زي كلمة السماء تشاء، أو ممكن كلمة هنيئة، كل الكلمات دي حكمه إيه؟ واجب، يعني لازم تمد. فيش حد من القراء العشرة خالص قال إننا ما نمدوش، أو بيكون عنده مثلا إيه في الكسر أو الكلام ده، لا، باتفاق الأئمة كلهم إن لازم المد المتصل ده نمده أربع أو خمس حركات أو ست حركات في حالة الإيه؟ الوقف. تمام؟ إذا كان الهمز متطرف يعني في آخر الكلم ويفنى عليه، زي كلمة تشاء دي، لو أنا أقف عليه بست حركات، يعني شوف كده مثلا هنا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، شفت، وقفت عليها بست حركات. انما تشاء الاولانيه وقفت مدتها كام؟ مدتها اربع او خمس حركات. تمام؟ طيب يبقى ده المد المتصل اللي وجع عندنا اربع مرات في الآية، قلنا ان هو بياتي حرف المد قبل الهمزه في كلمه واحده وبيكون حكم واجب، لازم اننا نمده واجب، وكمان بيمد اربع او خمس حركات وست حركات اذا كان الهمز متطرفا ويعني وقفنا عليه، زي كلمه ايه؟ تشاء او جاء او السماء، اي كلمه. طيب المد المنفصل في حرف المد قبل الهمز في كلمتين، يعني حرف المد قبل الهمز في كلمتين، يعني جالنا المد في كلمه والهمز في الكلمه الثانيه، زي كلمه ايه مثلا؟ في انفسكم، في كلمه الواحده وبعدين انفسكم، يبقى ده اسمه مد منفصل، حكمه جائز ويمد برضه اربع او خمس حركات وكسره حركتين، بس ده من طريق طيبه النشر حاجه ثانيه. طيب المد البدل حرف المد بعد الهمز، زي كلمه ايه؟ امنوا، ايمانا، اوتوا، حكمه جائز، مقداره يمد حركتين لحفص زي المد الطبيعي بس. تمام؟ يبقى احنا اخدنا، قلت لك شرحت لك المد النهارده، قلت لك ان المد في مد اصلي طبيعي وفي مد فرعي. الاصل الطبيعي هو ما ليس له سبب، يعني مفيش سبب لمده لا همز ولا سكون، عشان كده اسم مد طبيعي. والمد الفرعي وما كان له سبب من همزه او سكون، خدنا منه ايه؟ خدنا ما يكون سببه الهمز، قلنا المتصل والمنفصل والبدل. هناخد بعد كده بقى ان شاء الله المره الجايه ما يكون يعني سببه السكون، ما يكون سببه الايه؟ السكون، وده المد العارض للسكون اللي بيجي معانا كتير في نهايه الايات او على اي كلمه هنقف عليها. المد اللازم، واللازم ده بينقسم لقسمين، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، واللازم الكلمي ده اما ان يكون كلم مثقل او كلم مخفف، وبرده الحرفي حرف مثقل او حرف ايه؟ مخفف. خلينا بس اليوم نركز على ما يكون سبب الهمز اللي هو المتصل والمنفصل والبدل، المتصل والمنفصل والبدل، المتصل والمنفصل والبدل. تمام؟ هسأل في الحاجات دي ان شاء الله، ارجو ان تكون يعني المعلومات يعني سهله ويسيره ان شاء الله جل وعلا.